ازيكم يا اصدقائي، وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش بقى اللايك والشير. كريستي كان قبل ما يموت كان قال لساندبيل انها تسافر للندن عشان تختار احسن عمل يناسبها هناك. ساندبيل سافرت للندن، واول ما وصلت ونزلت من القطر ابتدت تسال عن العنوان عشان حد يوصلها، لكن من الواضح ان الكل كان مشغول. وقابلت شاب وبيقول لها انت كده مشيتي من طريق، والطريق ده كده هيبقى طويل، هاتي الشنطه وانا هشيلها عنك. وشكرته ساندبيل ووصلها فعلا لحد موقف الباص، واول ما بيوصل بتشكره ولسه هتمشي راح قال لها فين تعبي، انا شلتلك الشنط. وساندبيل بصت له باستغراب، وقبل ما تديله الفلوس فوجئ بواحد بينادي عليه وبيقول له انت عايز منها ايه، وبيطلع يجري لانه كان مطلع له كارنيه بوليس، والراجل خاف وطلع يجري. الراجل البوليس ده قال لها خلي بالك هنا في نصابين كتير في لندن وبيسألها انت رايحة فين. ساندبيل وردت له العنوان اللي رايحاله، وبياخدها في عربية وبيوصلها للمكان، وبيقول لها انها مجلة درينوود، وبيقول لها ان صاحب المجلة دي راجل مشهور جدا ومعروف في المجتمعات العالية. ساندبيل بقى مبسوطة من الكلام ده، لكن فجأة بيقف بالعربية وبينزل منها وبيشوف واحد جاي من بعيد وشكله بوليس برضو، فبيقول ايه المصيبة دي وبيطلع يجري. ساندبيل بتستغرب ايه اللي بيحصل ده، لكن لقت واحدة قدامها عمالة تضحك وبتقول لها ان اللي بيجري وراه ده شرطي. لكن ساندبيل بتقول لها الراجل ده كان لطيف معايا جدا، قالت لها هو اقنعك انه كويس لكنه في الحقيقة نصاب، وخلي بالك عشان هنا لندن كلهم نصابين وحرامية وما تصدقيش حد بالسذاجة دي. وشكله كان سارق العربية أصلا، فبتسألها الحي اللي احنا فيه ده اسمه ايه، قالت لها ده تشيلسي وكله كتاب وفنانين ورسامين. وساندبيل أول ما بتسمع كلمة رسامين بتفكر على طول وبتفتكر مارك، وبتقول أكيد إن هي ممكن تقابله هنا. بعد كده بتقول لها يعني مش عايزة تمثلي ولا تغني، ده أنا هعرفك على مونت كويس جدا. ساندبيل قالت لها أنا مش بنت متشردة، ومن فضلك سيبيني في حالي، وبتسيبها وبتطلع تجري منها. وشوية وبيوقف لها سواق بعربيته صوته أصلا بيخوف، وعمال يقول لها تعالي أوصلك، ده أنا راجل كويس جدا ومش هاخد منك فلوس تعالي. قالت له لا شكرا مش عايزة منك مواصلة. ساندبيل بتقف عند النهر وبتقعد تكلم في نفسها وبتقول السواق ده كان ممكن نيته تكون كويسة، لكنها بتعيط وبتقول انها خايفة جدا وبتفتكر باباها وبتقول له انا خايفة جدا يا بابا في لندن. والسيدة اسكت كانت على حق لما قلت لها ما تروحيش للندن لوحدك، المدن الكبيرة الناس بتوعها غير هنا. بترجع ساندبيل بتقول ان فعلا كل الناس هنا مختلفة غير صحابها خالص، هنا السما كمان سودة وحتى النيل لونه اسود. وبتمشي وبتفضل تدور على عنوان اللي في ايديها، لكن فجأة بتلاقي واحد عمال يزعق وينادي على واحد اسمه ريكي ويقول له اقف يا ريكي. ريكي ده بقى عيل صغير وهو اللي سايق العربية وكان خلاص هيدوس كل الناس، لكن فجأة وقبل ما يدوس ساندبيل بتنط جوه العربية وبتسوق مكانه وبتقدر تتفادى كل الناس اللي كانت هتخبط فيهم ويدوسهم هو. وريكي بيقول لها ده انتي سواقة ممتازة، وبيعرفها على نفسه وبيقول لها انا اسمي ريكي، وهي بتقول له انا ساندبيل. ريكي بيسأل ساندبيل انتي رايحة فين، فبتقول له ان هي رايحة عند مجلة رينوت، وبيقول لها انه عارف مكانها فين، وبيفضل يوصف لها لحد ما بيرجعوا لنفس المكان اللي شافته فيه. في الاول ساندبيل افتكرت انه بيضحك عليها، لكنه بيشاور لها على اليافطة بتاعت المجلة وبيقول لها ان احنا خلاص وصلنا، وخلي بالك عشان صاحب المجلة دي خلقه ضيق وبنسميه كنكن، وقت ده بيطلع صاحب الشركة واول ما بيشوفه بيطلع يجري وراه، وبيقول ان الولد ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل. وبيشوف ساندبيل وبيفتكر ان هي دي البنت اللي كانت راكبه مع ريكي وقتها، بيقول لها يبقى انت البنت اللي رجعتي لي العربيه تاني لمكانها. فبتقول له ايوه يا سيد كنكن، قصدي يا سيد رينوود. ساندبيل بتعرفه على نفسها وانها ساندبيل كريستي، وان باباها مات، واول ما بيعرف الخبر ده بيتصدم وبيبكي وبيكون حزين جدا على صاحبه. وبتقول له ان انا لولا بابا قال لي روحي لصاحبي ما كنتش جيت، وفعلا بيقول لها ان انا وعدته ان يوم ما يجرى له اي حاجه انا اللي هعتني بيكي وهاخد بالي عليكي، وان انا عندي وعدي، وان وصيت كريستي انه كان تيجي هنا لندن عشان تشوفي ايه افضل حاجه ليكي هنا تناسبك، هي دي كانت وصيته. بعدها بتيجي زوجته اينور وبنته ايفا، وشكلهم كده جر شكل، وبيسالوه مين دي بطريقه مش كويسه، وبيعرفهم ان دي بنت صاحبه اللي مات وانها هتعيش معاهم. ولكن زوجته اول ما بتسمع كده بتقوله نعم انت بتهزر، انت عارف الديون اللي عليك قد ايه، وان المجلة دي في اي وقت هيعلن افلاسها. ورد قال لها انه وعد ابوها انه يربيها مكانه لو جراله حاجة، وهي دلوقتي محتاجة مساعدة لانها وحيدة.
وقدام ساندي بيل بتقوله ده احنا اللي محتاجين مساعدة، انت ناسي حادثة العربية اللي ريكي وقع كل الفاكهة اللي فيها؟ وبيته بتقوله صاحب عربية الفاكهة عايز تمن عربية الفاكهة كلها. وساندي بيل في الوقت ده بتجيب ريكي من قفاه وبتقوله تعالى هنا اعتذر لصاحب الراجل بتاع عربية الفاكهة، لازم تعترف بغلطه. وبتقول لهم ان هي وريكي هيدفعوا تمن الفاكهة اللي باظت. ولما بنته بتتكلم عن ساندي بيل بطريقة مش كويسة بيزعق جامد جدا لبنته وبيقول لها مش عايز حد يتكلم، انا هربي ساندي بيل زي ما وعدت ابوها، لاني اصلا وعدت ابوها قبل ما اتجوزك اصلا وقبل ما اشوفكم. بعد كده لما ساندي بيل بتروح عند النهر بيقول لها ما تقلقيش يا ساندي بيل وما تزعليش، انا هعتني بيكي زي ما وعدت ابوكي، بنتي الوحيدة وانا مدلعها شوية. وبتقول له ان انا عرفت ان كريستي ما كانش ابويا الحقيقي. ولما بيدخلوها الاوضه اللي عملوها لها عشان تنام فيها بتقول لها ما تسهريش بقى عشان النور والكهرباء، بطريقه كده مش ولا بد. والبنت اللي اسمها ايفا وهي نازله بتعمل لها بسنانها كده وبتغيظها. بعد كده ساندي بيل قعدت عشان تكتب جواب للسيده سكوت عشان تطمنها عليها، وبتقول لها ان هي وصلت لحد المكتب بتاع مجله السيد رينوود، وانه قابلني مقابله لطيفه جدا كمان، حتى زوجته اينور رحبت بيا وان انا عايشه معاهم وان بنتهم اسمها ايفا وبتقضي وقت جميل جدا معايا وهي اصغر مني بسنتين، وان كلهم لطاف، وانهم ادوها اوضه خاصه بيها وانها في غايه الاطمئنان. بعدها ساندي بيل بتعيط لانها مش بتقول الحقيقه، وريكي بيطلع فوق الشباك عشان يشوف ساندي بيل لكن بيلاقيها بتعيط وبينادي عليها وبيقول لها ما تعيطيش يا قائدي. وبتفتكر صحابها وبتكمل الجواب بتاعها لجيمي وماجي وبول وبتقول لهم لقيت ولد صغير بيقول له نفس الكلمة اللي كنت بتقولها لي. وبتكمل الرسالة بتاعتها للسيد والسيدة أسكوت وبتقول لهم ان انا هبقى زي ما انا في كل مكان بروح فيه. فأول ليلة لساندي بيل في لندن كتبت لهم رسالة عشان تطمنهم، لكن ساندي بيل متعرفش ايه اللي مخبه لها القدر. وبكده يخلص ملخص الحلقة. شكرا ليكم، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك.